هتنصدمي من نتيجتها لانك مش هتتوقعيها خالص. مهما كنتي تتوقعي الوصفة دي حلوة قوي وهتستفادي منها قد ايه، مش هتعرفي جمالها الا لما تجربيها وتتفاجئي من جمالها. تعالوا مع بعض نشوف ايه هي الاوراق الجميلة دي. الوصفة سهلة وبسيطة وهتغير تماما من ميزانك في اقل من 3 ايام. مش محتاجة انك تعملي نظام غذائي، مش محتاجة انك تقللي من اكلك، كل عليك هو انك هتشربي وهتاخدي الوصفة دي بالطريقة اللي انا هقولك عليها. وخلي بالك هي ليها طريقة مختلفة عشان تعمل معاكي مفعول. ممكن يكون عندك مشاكل في الغدة وانت متعرفيش، او حتى عندك معدل الحرق ضعيف وانت مش عارفة. ايا كان المشكلة فهتنحل مع هذه الاوراق الجميلة، الاوراق الكنز الرباني العظيم. الوصفة تصلح للرجال، النساء، للاطفال، كل الناس، مفيدة جدا صحيا ورائعة للتخسيس ونسف الدهون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. فضلا وليس امرا، لايكات كتير وصلوا الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات. واللي اول مرة يشوفني ويتابعني فيسعدني انضمامكم في القناة بالضغط على الزر الاحمر زر اشتراك وتفعيل علامة التنبيهات على الكل. وفضلا حبيباتي وليس امرا لايك للفيديو. وصفتنا النهاردة وصفة في القمة، انا بعتبرها السهل الممتنع من قد ايه ان هي سهلة وبسيطة، مكوناتها موجودة ومتوفرة عندنا في البيت، ولكنها حاجة كده تحفة هتغنيكي عن حاجات كتيرة جدا، هتغنيكي عن الرجيم، الدايت، الحرمان، هتاكلي كل اللي نفسك فيه بدون تعب. هتوفر عليكي ماديا، حق بقى ان انت تروحي للدكتور، حق ان انت تاخدي كبسولات بتعمل على التخسيس وبعد كده بتأثر على الصحة. بالعكس الوصفة كلها مواد بتفيدك جدا، مواد رائعة. طيب عشان ما اطولش عليكم هبدأ على طول في طريقة تحضير الوصفة، لكن اتمنى منكم تشجعوني، بعمل لايكات كتير قوي. اذا حبيباتي نبدأ على بركة الله. الوصفة بتاعتي بنعتمد فيها على مكون سهل جدا موجود عندنا في كل البيوت. المكون اللي انا بكلمكم عنه النهاردة هو اللومي او الليمون المجفف. الليمون المجفف من اكتر الحاجات المفيدة في التخسيس، رائع جدا للناس اللي بتعاني من مشاكل في المعدة، ومش هيضرهم ان شاء الله ولا اي حاجة. بالعكس بيفتت الدهون المخزنة والعنيدة المتحجرة بقالها سنين. مهم جدا في عملية نحت القوام، فانا هستخدم هنا اللوم. طيب افتراضا ان احنا ما عندناش مشاكل في المعدة، تقدر تستخدمي الليمون العادي اهو، هنحط اهو ليمون عادي مع اللوم. موجود عندك ده استخدميه، موجود ده عندك، بس للأمانة ان الليمون العادي مش هينفع مع كل الاشخاص، مش هيفيده. طيب يبقى انا هنا عندي الليمون المجفف. طيب تاني الحاجة اللي هبدأ استخدمها هو اني هستخدم اوراق الغار او اوراق اللورة زي ما بنقول عليها، او اوراق سيدنا موسى. هي ليها مسميات كتير لانها مشهورة في كتير من بلداننا العربية. استخدمي بقى فيها كمية كده يعني حوالي 7 اوراق من الاوراق الغار، بس طبعا تكون مغسولة كويس جدا. انا عشان اوفر على نفسي الوقت والمجهود باخد كمية اغسلها وبعدين انشفها وبحطها عندي في برطمان زجاجي، ولما ببدأ استخدم الوصفة بستخدمها على طول. انت ممكن تغسلي الكمية اللي تناسبك وتستعمليها مباشرة. المكون اللي بعد كده هو من الحاجات اللي بتدي نكهة وطعم فوق الخيال، هو طبعا عواد القرفة. بتشتريها من عند العطار. عواد القرفة من الحاجات المفيدة واللي بتدي نكهة حلوة، مفيدة كمان للسيدات والبنات اثناء البريود او العادة الشهرية. انا هنا هستخدم اعواد القرفة. لو انت عندك اعواد قرفة حجمها كبير شوية هتستخدمي واحد فقط. انا هنا عندي زي ما انتوا شايفين كده حجمه رفيع فهتستخدم 2. طيب يبقى كده هي دي مكوناتي، لكن طريقة الاستخدام هي الاهم وهي اللي ضروري نمشي عليها. ببدأ احط على الوصفة بتاعتي حوالي
كوباية ونص من المية بالشكل ده اهو، وببدأ ارفعها عندي على البوتاجاز. مهم قوي ان انا اغطيها كويس عشان الابخيرة اللي هتطلع منها استفاد منها. مهم قوي ان انا اسيبها على بوتاجاز درجة حرارة متوسطة، وان اقلب المكونات من حين الى اخر علشان استفاد ان شاء الله من كل المكونات. ورجعت لكم تاني. طبعا انا بعد ما بنزلها من على البوتاجاز مينفعش افتح عليها نهائيا، لازم افضل مغطيها علشان احتفظ بالابخرة اللي موجودة فيها، تمام. وبعد كده بسيبها لحد لما تبقى دافية. وزي ما انتوا واخدين بالكم ان لون الوصفة اتغير تماما واصبح لونه مائل الى الاصفر. يمكن اللون مش واضح قوي في الكاميرا، لكن هو لونه اغمق من كده شوية. ريحته حلوة جدا، طعمه حلو جدا، هيعجبكم ان شاء الله وهتداوموا عليه. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ الخطوة اللي بعد كده هو اني بجيب المج بتاعي او الكوباية يكون حجمها كبير، وبعدها ببدأ اصفي المكونات للحصول على خلاصة الوصفة. انا قلت هنا نحط شوية مية زيادة عشان خاطر طبعا لما الوصفة بتحط على البوتاجاز بتتبخر شوية، فاللي انا محتاجاه هو اني اخد كوباية. كوباية دي هنشربها كم مرة في اليوم؟ كوباية دي هنشربها مرتين في اليوم، مرة قبل وجبة الغداء والمرة التانية قبل وجبة العشاء. في الصبح لو انت ما عندكيش مشاكل في المعدة تقدري تعملي كوباية مية دافية تحطي عليها عصرة صغيرة من الليمون تشربيها على الريق، او ممكن تستبدليها بخل التفاح عن طريق ان انت بتحطي معلقتين كبار مليانين من خل التفاح الاصلي وليس المغشوش. انتظمي على الوصفة دي مش اقل من شهر والنتيجة هتبان معاكي. طبعا النتيجة بتختلف من شخص لاخر على حسب نوع الجسم، في جسم بيحرق دهون عن الجسم التاني، في جسم عنيد شوية، ولكن اللي انا بأكده لكم ان النتائج هتكون ملحوظة جدا خصوصا في منطقة الكرش، هيبدأ يقل تدريجيا الى ان يختفي نهائيا. في النهاية بتمنى لكم الصحة والسعادة من كل قلبي. اكتبوا لي اقتراحاتكم وارائكم لفيديوهات جديدة حابين اكلمكم عنها الفترة الجاية، اكتبوا لي في الكومنتات حابين اكلمكم اكتر عن وصفات للبشرة ولا اكمل في التخسيس. اعملوا لايك، اعملوا شير الفيديو، ما توقفوش عندك عشان غيرك كمان يستفاد، واشوفكم في حلقة جديدة على خير.